نروح لفريق 2008 بقياده الكابتن علاء عبده ونشوف ايضا التقرير ده واخر الاستعدادات لانطلاق بطوله دوري الجمهوريه. والله احنا الخطه المحطوطه من كابتن خالد والكابتن مايكل خواجه المدير الفني للقطاع ان الفريق ده يعني جيل جديد للنادي الاهلي، فيه لعيبه كوره كويسه، بنحاول نعدل لهم المرحله الانتقاليه من مرحله البراعم للناشئين، بنحفظهم طرق اللعب اللي النادي الاهلي متعود عليها، بناء اللعب من الخلف والكوره على الارض. بس يعني احنا بادئين معاهم لسه واحده واحده في فتره اعداد، يمكن ده سادس ماتش ودي الحمد لله. يعني اداء في الاول كان الاداء كويس، بعد كده طبعا في اخطاء بنحاول نصححها مع الوقت واحنا ماشيين الماتشات الوديه. يمكن عندنا ماتش ودي كمان قبل الدوري، وبعد كده الدوري هيبتدي ان شاء الله يوم 7/10، فبنحاول على قد ما بنقدر نعالج الاخطاء ونطبق طريقه اللعب. ماتشات الجمهوريه كلها صعبه، بس احنا كنادي اهلي ما عندناش حاجه اسمها فكره الصعب والسهل. احنا اي ماتش بنشتغل على الثلاث نقط، ان احنا يعني من اول رقم واحد بنحسن اداء الفريق، بنطور اللاعبين، وبعد كده بنشتغل على الدوري. فالهدف بتاعنا في كل النقط ان احنا بنشتغل على احسن حاجه، اذا كنا بنلعب على بطوله ولا بنطور اداء الفريق. فكل ماتشات بالنسبه لنا بناخدها بنفس الشكل. يعني في التمرين الضغط والحاجات دي لازم ننفذها عشان ننزل في الماتش ونبقى كويسين وما يعرفوش يمسكوا علينا الكوره. بيقول لنا يعني ان يبقى عندنا روح في الملعب ونبقى رجاله، وبيعودونا الاهلي هنا يعني ان احنا نفوز على طول المركز الاول، يعني ده هدف. اتعلمت في النادي الاهلي مبادئ قيم والاحترام، نلعب راجل في الملعب والعب راجل اخر ثانيه اخر دقيقه في المباراه.